الكرة في نادي مصر المقصري. طيب لاسارتي قلب الدنيا. لاسارتي؟ اه لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي، قلب الدنيا وقال لك محدش دعاني بالتتويج في الدوري، والنادي الاهلي لا، قال لك احنا بعتنا له. انا مستغربك يا عم لاسارتي، ده انت راجل وانت ماشي خدت فلوسك بالملين. يعني قلت لهم لا ده انا اصل كان في 2 دولار كده ما خدتهمش وحاجات كده غريبه. يعني قلت يعني ظبط الدنيا حتى مع المسؤولين، يعني يبقى في ذكرى كويسه. العلاقات العامه في النادي الاهلي قالت لنا ان هي وجهت الدعوه الى لاسارتي وكارتيرون الاثنين، وردوا ان هم هيشوفوا ظروفهم. طالع بقى وما جوش، طالع بقى عم لاسارتي قال لك الاهلي ما دعانيش، الاهلي ما جابنيش، وانا اللي جبت الدوري، وانا وانا وانا. طيب احنا اسفين يا عم لاسارتي، لكن رد النادي الاهلي احنا بعتنا لك دعوه وانت ما جيتش. فلاسارتي قلب الدنيا على عدم دعوته، والنادي الاهلي رد عليه بانه كله تمام ودعيناك وانت اللي ما جيتش. طيب هنروح سريعا كده لبعض